صاحب المصانع بما لفداء كامل التعبئة الشاملة من السيادة التامة من طرف الجميع حتى نتمكن جميعا من توفير جميع الظروف الملائمة والسبل الناجعة لكي يحظى المواطن بما يليق من خدمته خلال هذا الشهر الطويل. ولا بد من الإشارة أنه بالنسبة لهذه السنة على غرار السنوات الفائتة على مستوى الشروط العامة التي سيشهدها الشهر الكريم، فجميع الإجراءات تم اتخاذها في فترات سابقة وسيعيد لهذا الشهر، كما أنه على مستوى التمويل من حيث الكم والكيف للأسواق وشبا طمع المواطنين كان هناك وفرة كبيرة ومتنوعة في جميع المواد الأساسية وبالأخص منها بعض المواد التي يزداد استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك. في الأسواق العرض يفوق الطلب، يفوق الطلب. دونك هادو كيلكو شيفر تيتخ انديكاتيف، ولكن سورتو بالمواد الأكثر استهلاكا نوطامون الدقيق، الزيوت الغذائية، السكر، القطاني اللي المنتوج الوطني تيخطي واحد 6 ولا 4 ولا 5 شهور القديمة، في حين أننا نعرفو راه شي شوية من هذا راه تبدا الإنتاج المحلي ديال الحمص والعدس، الإنتاج المحلي الوطني. دونك بالنسبة للموردين ولا المستوردين ولا لي كوميرسون دو كرو ولا دو ديتاي، العملية راه دارت والحمد لله جميع المواد متوفرة بالكميات اللازمة أكثر وأكثر منها. اللي تيهم دابا شي شوية هما الحالة ديال الأسعار ديال المواد الأساسية. دونك هنايا راه درت دي المواد الأساسية اللي مهمة، دونك الدقيق الوطني هذاك راه مقنن، الدقيق الممتاز الأثمنة مستقرة. اللي مهم في هاد الأسعار هو أنه هنا نلاحظوا انخفاض لا في القرص ولا في القطاني بارابور رمضان ديال العام اللي فات، هذا شيء إيجابي. لا بلوباغ الأثمنة كيقول لك راه مستقرة. دونك اللي كان شي شوية واحد الارتفاع كاين ارتفاع في الدجاج في اللحوم البيضاء، ولكن غير مقارنة مع العام اللي فات، لأنه العام اللي فات كان حالة استثنائية، كان الكوفيد، كان كلشي مسدود، دونك كان الدجاج رخيص ماشي هذا هو ثمنه. دونك هذا هو الثمن زعما العادي، غير بارابور دائما كنقولو بارابور رمضان اللي فات. الزيادة اللي كاينة شي شوية طفيفة في الزيوت، ولكن هذا نرجعو للسيد المدير الإقليمي من الجملة ديال التوضيحات، هذا ارتفاع وطني. ما على العموم حنا في اسفي، دونك من المشكل ديال الحوت ولا ديال السديد، نتمنوا انه الاجواء المناخيه تكون ملائمه ويكون ان شاء الله مفرح، على اساس انه حنا نيت كيف تنعرفوا دونك لا بلوبار دابا غير في الديبي اللي كلشي كيبغي يدير الاحتياطات، يدير كلشي شويه بطاطا، ولكن اكيد غتدوز واحد 10 ايام الاولى ديال رمضان والاثمنه تترجع للمتناول الجميع، والحمد لله ما كاينش هاد المشاكل. ان شاء الله يكون سيدي مع لا بيريود ديال رمضان. دو ميم كاين ان ستوك في هاد لي ليغيميلوز اللي كان العام اللي فات، واخا هو كان ضعيف كاين ان ستوك اللي ما تستغلاش العام اللي فات في رمضان، دونك وتيبين بان الثمن ديال السوق الحمد لله اللي شفنا في الاسواق بان كيلوغرام تيدير ب 10 دراهم بارابور لواحد العام اللي كان تيدير اللي امبورتي له من مصر، دونك تيبين حتى الثمن تيبين بان الوفره ديال هاد المواد. وعلى مستوى المحلي، يعني على المستوى المحلي الستوك اللي عندنا حنا بالنسبه للشهر الفضيل، يعني اللي جاي من ليويل غيدو سوس ومن دو سيور كريستال غيكفي، يعني يكفي لسد الحاجيات. وعلى مستوى المندوبية ديال الصناعه والتجاره كنديروا واحد لا ميزاجور ديال لي بري دو فوا بار سومان، يعني لي جودي ولي ماردي، او نيفو ديال لي جي ام اس لي كروند دي مويان سيرفاس ولي غروسيست ولي ديتايون. وبغيت المصالح ديال وزاره الفلاحه على مستوى الاحصاء كيتبين بان يعني المنتوج غيكون بواحد الوفره اللي تضمن تزويد الاسواق بشكل عادي خلال شهر رمضان. فيما يخص النقطه ديال الدواجن اللحوم البيضاء، ففعلا السنه الماضيه كانت الاثمنه يعني منخفضه بواحد الشكل كبير، وهذه السنه غادي تكون ارتفاع 100%، حيث انتقلنا من حوالي 6000 طن الى 12600 طن.
وهذا مؤشر ايجابي كبير على انه غتكون الحمد لله وفرة فيما يتعلق بالمسألة السلبية ولا جميع هو تقريبا هي كاين ملاحظة وكاين شوية انخفاض في كمية الأخطبوط والأخطبوط وكل كاين شي تصدير ولكن الحمد لله بالنسبة للحرارة هذاك كاين انخفاض في الكمية اللي كونبونسي باغ لا فالوريزاسيون يعني تم تعويضه بالتدريج تنتقل من الشركة المغربية للتخزين كاين عندنا غتكون عندنا 198 ألف طن استهلاك الواردات اللي غادي تدخل في شهر أبريل 225 ألف طن في حين أن الطلبات اللي غادي تستهلك غتلحق 235 اللي كيوصل لنا المخزون ديال إن شاء الله ديال الغاز في نهار 30/4/2021 غتكون 186 ألف طن هذه موجودة عندنا في الموانئ. بالنسبة للإقليم الأسفي كيتزود هذا الأمر بأنه كاين الوفرة لدى جميع المنتجات التنتيجية التي كاينه قطاعات سواء التجارية أو الصناعية الخدمات وخاصة الجمعيات المهنية. وبعض الملاحظات أو التأكيد عليها أنه سيتم بالدورة للجمعيات المهنية كقضية ديال السمك كاين واحد الجمعية ديال الأنهار في سياج في لاجونغ دونك نتواصلوا معاهم باش يحسوهم بهذا سواء الاتصال مع الموزعين ولا مع التجار الكرونسي يعني التجار الكبار اللي كيوردوا هذا السلع على المستوى الوطني وعلى المستوى المحلي من اجل باش يتم ضمان الامداد الطبيعي لهذه المنتجات وتقديم منتجات عاليه الجوده باسعار معقوله خلال هذا الشهر الكريم. التخوف اللي حاليا السيد عامر اللي كاين هو التخوف لدى التجار ولدى أرباب المقاهي والمطاعم التوقيت ديال الإغلاق. ديال التجار الأسفي من هذا المنبر وجه شكري للسيد الامتنان العميق السيد العامي على المجهودات الجبارة التي تبذلت مؤخرا من أجل فتح الأسواق النموذجية وهذا اللي أثر بشكل كبير على محاربة التجارة العشوائية. كتبقى واحد المسألة واحد الظاهرة هي طبيعية اللي تكون في على مستوى إقليمي وتكون على مستوى الوطني هي كتظهر بعد التجارة الموسمية. تقوم بها مؤسسة محمد الخامس للتضامن واللي وكيلنا أسوق النماذج لكم الملف الخاص بها كاملة تنبلغوا السيد العامل بأن بتنسيق مع السيدة رئيسة قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق ومع السادة رجال السلطة من العالمين الحضاري والقروي الحمد لله بأن العملية ديالنا رمضان في ملف المواد الغذائية أن إقليم أسفي توفر على المواد الغذائية الكافية من شاي دقيق زيت الطماطم وهي حاليا في الخزينة الخزائن الخاصة بهذه العملية. وبالنسبة لمادة السكر بقات لنا حصة أسفي تنظر بأن رحنا عندنا اتصال للحديث بشأن يعني مواضيع أخرى مرتبطة بشهر رمضان في الوقت المناسب أدعو الجميع من خلال ما يعني تناولناه وتبادلناه في هذا الاجتماع يتحلى بروح المسؤولية وروح الانضباط للقيام بالمهام ديالو. كلنا كينتظرنا المواطن باش نخدمو وباش نخدمو باش نأديو مهمتنا على أحسن وجه وبالخصوص فيما يتعلق بالتموين اللازم والكافي للجودة والاحترام ديال الأثمنة والانضباط معاملات تجارية مع الـ مع الـ مع المواطن. والمسألة الثانية كل قطاع قطاع بخصوص القطاعات الحساسة أنها تستحضر هذا الوضع المتميز ديال رمضان وحنا في وضع متميز صحي بالتالي كل واحد يدير جهود باش الامور ان شاء الله كلها تيسر وتدوز بسلام. شكرا جزيلا لكم والسلام عليكم.